سلام لي زومبي سي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم الحمد لله كان نهار لا يلعب فيه المنتخب المغربي كونتر بلجيكا، وما بغيناش نجلسوا في الدار، نبقاو نجلسوا نتفرجوا في الدار. وخا عندنا البين سبورتس بحال جميع المغاربه، قلنا غادي نخرجوا باش تكون واحد الاجواء زوينه، حتى وليداتنا يشوفوا يلبسوا يهزوا الدرابو يديروا الكاسكيت، ومهم داكشي كامل باش كومسا من الصغر ديالهم كتربى فيهم روح الوطنيه وكي يعرفوا روح الانتماء وكيعرفوا بزاف الحاجات، لان هادشي حنا الكبار كيجينا عادي، ولكن وليدات الصغار راه ضروري تغرس فيهم روح الوطنيه والانتماء من الصغر. دونك خرجنا كنا كنقلبوا على فان زون، حنا قلنا غادي يكونوا سيغمون شي اكران سيغ، غادي تكون حدا الحمام. مشينا حدا الحمام البلاصه اللي مقابله معاها، ما لقينا كاين حتى شي حاجه، دونك تصدمنا. قلنا شنو غادي نديروا؟ بلا ما نبقاو نفكروا بزاف، غادي نمشوا لعند دياب ونمشوا ديريكتومون للموروكومو. دخلنا صراحه الدنيا ما كانتش عامره بزاف، ولكن ملي دخلنا كنقلبوا على ان كافي نجلسوا فيه، لقينا كل شيء مطرطق، وديجا ما كاينينش بزاف ديال لي كافي اللي دايرين هكا النقل ديال المباراه. جو سي با واش بوغ ايفيتي بحال هاد الصداع ولا الزحام ولا المهم، برا كاينين شي دو ولا تخوا كافي والاخرين سادين، والداخل كاين غير جو بون ستاربكس و فينيزيا ايس كنظن كنظن، حيت بانوا جوج الموضعات اللي عامرين، ما يمكنليش نبقى واقفه كنتفرج وعندي وليدات صغار واقفه بحال هكا بوندون 90 دقيقه، مستحيله. دونك بقينا كنشوفو، قلنا ما يمكنش ما نتفرجوش في الماتش، هادي دو ان، وتاني حاجه ما يمكنش نبقى واقفين بهذه الطريقه. اللهم شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو. هنا واخا كنت كنهضر عاد انتبهت لان كاينه الموسيقى في مروكو راك عارفين، وغادي يحيدوا لي لا فيديو. دونك انا ولدي كنقول له ما تقلقش صافي حبيبي، راه ماشي ما عندناش الزهر، ولكن ولدي حنا جينا شويه معطلين وصافي، واخا جينا ان دمي قبل ورجعنا للدار وبقينا كنتفرجوا في الدار. غوميز امور، الحمد لله الحمد لله، فرحنا فرحونا. دونك ميرسي بوكو بور لي ليون داتلاس، واخيرا فرحنا بعد معاناه طويله. عاتي حدانا كيف كنقول لكم، انا ساكنه اون بلان خلاوه، ولكن كلشي خرجوا بلي فواتور طا 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 طا، الناس متعطشين لهاد الفرحه والله الا. الحمد لله يا ربي الحمد لله، الله يجعلها دائما، الله يجعلها فرحه دائمه على الوطن ديالنا وعلينا كاملين يا ربي يا كريم. كيف شفتوا في الاول كنا مشينا بغينا نتفرجوا في مروكو مول، لي كافي كلهم مطرطقين، ناس شادين البلاصه من الصباح وش سي با كوا. المهم درت الفيغني، درت الفيغني غوج، ديت معايا الدغابو، ديت معايا هادو هادو كنت خديتهم من فاش كنلعب الفينال ديال المنتخب النسوي، هادي وهادي والدغابو الكبير وكل شيء. المهم كنت مشيت مسلحه، بلاتي مقاده هذا، مشيت مسلحه ولكن ما كسبش. المهم سالات الميطال الاولى فاش تمرك البيت الاول، حنا في الكراج غوتنا فرحنا، طلعنا عرفنا ان ما كاينش البيت الاول ما تحسبش، ولكن الحمد لله الحمد لله ماركاو جوج ميوتا وفرحونا بزاف يا ربي، تجعل هذه الفرحه دائمه علينا كيف قلت لكم. سينو بغيت نسولكم، كيف شفتوا في الاول مشينا كنقلبوا على لي زيكرون كيقولوا فان زون فين جات، وهذا ما كايناش. عاد من بعد هنا في التلفازه كنتفرج ان كاينين داروهم في ساحات واش في الكومبلكس محمد 5 جو سي با. ليسونسييل انني المره الجايه ان شاء الله غادي نمشي نتفرج شي بلاصه اللي تكون زوينه، واخا حنا عندنا في الدار البين سبورت كنظن ان الناس كاملين عندهم، ولكن كيبغوا الناس كلهم يخرجوا ويشوفوا واحد الاجواء زوينه، يكونوا هكا صحاب ولا اون فامي ولا هكا باش يفرحوا مع بعضياتهم، وان شاء الله يكون منها ان سورتي منها كلشي. المهم علاش حنا ضربنا الطريق وجبناها، ولكن ليسونسييل ان المغرب يربح الحمد لله الماتش الثالث. انا كنقول صافي تاهلنا، انا دائما كنصدق الاحداث وكنقول صافي تاهلنا، ولكن ان شاء الله ان شاء الله حتى المره الجايه يربحوا، علاش لا؟ مالنا اللي ربح هذا الماتش، اللي ربح بلجيكا يربح كندا، يربح كندا. دونك الحمد لله غادي نسالي الفيديو ديال اليوم، غادي نقول لكم الله يجعلها دائما فرحه دائمه علينا حنا المغاربه، نستاهلوا اننا نفرحوا ونستاهلوا اننا نمشيو بعيد، ونستاهلوا ان الرايه ديالنا دائما تكون مهزوزه للفوق
عاش المغرب، عاش الملك، عاش المغاربه. الحمد لله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. ما نقولش حسن من هذا الفيديو، ما كاينش شي فيديو حسن من هذه، وحسن من الفرحه، وحسن من طرابو ماروكان مهزوز، وحسن من الابتسامه، ماشي الابتسامه، الفرحه والضحكه على وجوه جميع المغاربه. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر. تشاو.